كل يوم بنلاقي طريق جديد اتفتح، كل يوم بنشوف تعظيم للاستفادة من طرق ومحاور مرورية جديدة لم نكن نعلم عنها أي شيء، بنفاجأ فيها زي ما الكل بيفاجأ. امبارح وزارة النقل أكدت أنها انتهت بالفعل من إنشاء محور الزقازيق السنبلاوين بنسبة 100%. المحور ده هيربط بين 3 محافظات ومخطط افتتاحه خلال فترة قريبة جدا. ده واحد من أهم المحاور اللي بيربط بين 3 محافظات، الشرقية، الدقهلية، ودمياط، والطريق الدولي الساحلي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وعلى المشاهد الكريم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طيب يعني بدايه، محور الزقازيق السنبلاوين رابط بين الشرقيه، دقهليه، ودمياط، 3 محافظات مهمين جدا في سلسله خريطه الطرق الجديده. لو تكلمنا عن اهميه هذا المحور يا فندم، وهيساعد ازاي المواطنين؟ يعني هذا المحور يعد من المحاور المروريه الهامه للتخفيف على الضغوط المروريه على المحاور الرئيسيه القائمه. كما اشرت حضرتك، بيربط محافظات الشرقيه والدقهليه ودمياط، وهذه المحافظات 3 من المحافظات ذات الكثافه السكانيه المرتفعه، بيصل الى الطريق الدولي الساحلي، وبالتالي يعتبر منفذ لهذه المحافظات 3 وصولا الى الطريق الدولي الساحلي، ومنه الى باقي محافظات الجمهوريه، سواء اذا تحدثنا الى دمياط وبورسعيد، او اذا تحدثنا الى الاسكندريه وغيرها من باقي المحافظات في غرب الجمهوريه. الطريق بيتكون او طوله بيبلغ طول المحور 38 كيلو بعرض 3 حارات مروريه لكل اتجاه، بيبلغ اجمالي عرض الطريق 25 متر، وعليه 66 عمل صناعي بتتمثل في 24 كوبري و38 نفق و4 برابخ لتصريف مياه السيول. طبعا الطريق بحجم العمل دون يعد انجاز كبير جدا في الدقه والوقت والجوده اللي تم انشاؤه بيها. وده زي ما قلنا ان محاور الطرق بنعملها ليه؟ لان انا عندي زياده سكانيه مضطرده بتصل ل 2.5 مليون مولود في العام، لابد ان مرافق النقل والبنيه الاساسيه تستوعب هذه الزياده حتى لا يحدث تكدسات مروريه. أيوة. فالدوله من خلال دراسات نقل مستفيضه بتحاول انها تلبي احتياجات النقل على مستوى الدوله. طب يعني ابرز النقط او ابرز المدن اللي هيعدي عليها، يعني على سبيل المثال لو انا في الشرقيه ورايح اسكندريه، بالتاكيد طريق بعيد جدا لو بصيت له على الخريطه، لكن اختصارا بالطريق ده هطلع من مدينه ايه؟ هيعدي على ايه؟ هيوصلني في الطريق الساحلي في قد ايه؟ نسبه وجودي على الطريق هتبقى كام؟ في المفروض انها في الطبيعي تبقى كام؟ نقدر يعني ناخد لمحه عن ده يا دكتور، ان المعلومات لسه مش متوفره. لا يعني هو حضرتك الطريق طوله 38 كيلو، لو قلنا ان السرعه التصميميه في حدود ال 90 كيلو متر في الساعه، فحضرتك اجتياز المسافه كلها لا تتجاوز يمكن ربع ساعه او اقل من ذلك. فإذا تحدثت على أن الطريق مش متاخم لكل المراكز اللي موجودة في المحافظات الثلاثة اللي ذكرناها، إلا أن الوقت اللي حضرتك هتسلكه علشان توصل للطريق الدولي الساحلي من الطرق التقليدية بما عليها من إشغالات أو ازدحامات مرورية، هيكون من الأفضل أن أنا أوصل للطريق الجديد، وبالتالي يبقى مسافة الرحلة قد تكون أطول بعض الكيلومترات، إلا أن زمن الرحلة هيكون اقل، علاوه على ان الامان المروري على هذا المحور اعلى نتيجه ان هو منشا باعلى المواصفات الفنيه المنصوص عليها في الاكواد والمواصفات. طيب دكتور حسن، الطريق الجديد زي ما كنا بنتكلم يا فندم هو تم ربطه بالطريق الدولي الساحلي، اهميه هذا الربط ايه يا فندم؟ ده هو عايز اقول ان اهميه الطريق بتاتي من ربطه بالطريق الدولي الساحلي، لان الطريق الدولي الساحلي ده سوريان بيربط شرق الجمهورية بغربها، بيمر بكل المحافظات الساحلية، وبالتالي ربط هذا الطريق اللي بيمر ب3 محافظات اللي هم الشرقية والدقهلية ودمياط، ربط هذه المحافظات الثلاثة بالدولي الساحلي، فأنا بدي عايز أقول رئة مرورية للوصول إلى أي محافظة من محافظات الجمهورية سواء في الغرب
أو في شرق الجمهورية من خلال الطريق الدولي الساحلي اللي برضه جاري تطويره. يعني يمكن بعض المواطنين عندهم يعني شيء من عايز أقول عدم الرضا عن حجم أو عن حالة الدولي الساحلي، لكن الدولي الساحلي الدولة عاملة برضه مشروع لتطوير ورفع كفاءته. وخلينا نقول إن الدولي الساحلي برضه هو منفذ مهم جدا لحركة البضائع بين المواني، بين مواني دمياط ومواني اسكندرية وغيرها، ففي مواني بورسعيد ايضا. فالدولي الساحلي عليه احمال مروريه عاليه، لكن ربط هذا المحور بالدولي الساحلي هو اللي اكسبه الاهميه بتاعته، ان هو بيرتبط بشريان مروري هام جدا يستطيع منه مواطني هذه المحافظات الثلاثه ان هم يتجهوا الى غرب او شرق الجمهوريه من خلال الدولي الساحلي. عرفنا اهم النقط اللي هيكون عليها في الشرقيه او في الدقهليه او دمياط، يعني في مدن ايه، في مراكز ايه، طلوع منين، النزول منين، ولا لسه الكلام ده ما وضعش على الخريطه يا دكتور؟ لا، هو حضرتك هيبقى في خلينا اقول شيء من الاعلان في وسائل الاعلام عن كيفيه الوصول لهذه المحاور من المحافظات الثلاثه، وجاري كمان رفع كفاءه الطرق المؤديه لي من المحافظات الثلاثه دي، عشان المواطن اللي جاي من اي محافظه من دول بيقصد الطريق الجديد يجد طريق ممهد بشكل جيد، ما فيش عليه مطبات او صفر او خلافه، حتى يصل الى الطريق اللي هو زي السنبلاوين ومنه الى الدولي الساحلي. يمكن بالقريب يكون في عندنا يعني لوحه توضيحيه بتقول ازاي نسلك الطريق دوت من اي مركز من مراكز المحافظات الثلاثه. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق والنقل بجامعه عين شمس. شكرا لحضرتك.